نبدأ نشرتنا من التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين استهدفا ساحة المرجى وسط دمشق، موقعين 14 شهيدا وأكثر من 30 جريحا. المرجة من جديد حزينة، تلملم جراحها وجراح أبنائها من حولها بعد أن عاد الإرهابيون ليؤرخوا أعمالهم وأوزارهم على جدرانها، وينكأوا الجرح الذي فتحه جمال باشا السفاح بأبنائها منذ زمن. انتحاريان اثنان فجروا ضمائرهم قبل أجسادهم بين الناس وأرزاقهم، في وقت أراده الإرهابيون أن يعج بالمارة، وكان فيه أهالي المرجى يستبشرون من الله أرزاقهم، فاستبشر شيطان الإرهاب أتباعه ليفجروا أنفسهم، مخلفين 14 شهيدا وأكثر من 31 مصابا، ضحايا لهذا العمل الإرهابي. ماله بني آدم هاد، ولا له من مثل ما بيقولوا من الشعب السوري، ولا له مثل ما بيقولوا في ذرة ضمير ولا ذرة أخلاق. مو حرام الناس اللي تحشت بهالأراضي؟ ما بيجوز له من الله عز وجل نهائي. الله ينتقم منه، بس نحن بنقول كل مين عملها الله ينتقم منه، الله يشيل ايديه واجريه، كل مين عمل هالشيء هاد. لانه ناس ابرياء ماشيه بالطرقات، ناس قاعده ببيوتها، ناس قاعده بمحلاتها، لو واقفين قدام البلور كنا مثل ما بيقولوا صار فينا مشكله طويله عريضه. الله ينتقم منه كل مين اللي عم يعمل هالشيء واللي عم يخرب هالبلد. الله ينتقم من كل مين عم يخرب هالبلد. الله ينتقم من كل مين عم يخرب هالبلد، لانه ما له بني ادم، ولا له بني ادم نهائي، ولا له من 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 مثل ما بيقولوا من جنس العروبه فيه، ما في ذره عروبه ابدا ولا ذره اخلاق نهائي بالمره. الله ينتقم منهم بجاه النبي. المنظر هذا مو انساني، هذا اجرامي يا اختي. العمل شنيع، اجرامي، اجرامي. ها قتل عالم، قتل عالم، وحرام عالمنا عم تروح. اجرامي يا حرام العالم والجسر. شوفي الدم، تفرجي شوفي الدم. الله لا يوفقه ان شاء الله، الله لا يوفقهم على العمل اللي سووه. سمعنا طلقتين رصاص جوات محلنا، وسمعنا طلقتين رصاص فتنا لجوا من خوفنا. سمعنا انه اول تفجير صار انفجار الثاني، كان بيني وبين الانفجار بس العراضه تبع جارنا، كان بين اول انفجار والثاني 20 ثانيه بس. والله يا حرام، والله نسوان اولاد، والله شو بدي اقول لك، عالم ما له شيء. الساعة 9 الا ربع تقريبا، ما بعرف الساعة، عالم رايحة جاي. تقريبا 9 الا 5 سمعنا طلق ناري، طلقتين رصاص طلعوا، بعدين ما شفنا غير طلق انفجار. هذا بدنا انفجار قوي، كله مكفي، ولا ثلاثة راحت من الارض مكفي. وحوا الله يطفل فيه إلهي، لأنه هذا عمل يعني شرعا محرم. يعني شو يعني عمل إرهابي؟ هذا مو عمل، مو ابن هالبلد، هذا اللي عم يعمل هالشغلات هي مو ابن هالبلد، هذا عمل إرهابي يعني. وكانت المنطقة ذاتها قد تعرضت لتفجير إرهابي بسيارة مفخخة منذ أكثر من شهر، استشهد فيه 15 مواطنا وأكثر من 200 جريح. وإن كان للإرهاب رسالته القاتلة، فلسكان دمشق والمرجة تحديدا رسالتهم أيضا. يعني بقول عن العمل الإرهابي هذا ما راح يستفيدوا شيء، نحن أقوى منه، الشعب راح يضل أقوى منه، يعني ما راح يستفيدوا بالآخر شيء، يعني الشعب راح يضل أقوى منه وراح نضل أقوى منه إن شاء الله. يعني راح نضل نفوت ونطلع على شغلنا، وراح نضل أقوى منه، وما راح نعود ونحن نضل أقوى منه، يعني ما راح سوريا تضل بخير يعني بالآخر. سننتصر. كل ما عملته هيك عمل ستزيد من أسرارنا على أن ننتصر على جماعة المسلحة. تنزف مدينة الياسمين مجددا، وتبكي مآذن الأموي ودمشق على ساحة المرجى، وتبقى دمشق صابرة حكيمة وخاشعة لله، فرأس الحكمة مخافة الله التي لم تجد سبيلا لقلوب شذاذ الآفاق الإرهابيين.